السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درس جديد على قناة مدام لمياء. أنا بدأت وحشتكم ونعرفكم أنكم تنتم توحشتوني وأنا الوحش متبادل الوحش مهم مدى وحش ظريف. إن شاء الله اليوم غادي نديرو درس جديد وردة جديدة بألوان جداد بحول الله. فبلا ما نتعطلو ندوزو مباشرة للتطبيق. بالنسبة لهذا العمل غادي نحتاج فيه الألوان التالية. أنا اختاريت أنني نخدم بالخضر زيتي مغلوق رقم ديالو 4418 هو. غنعطيكم الأرقام لأن البنات كيطلبوني تيقولوا لي شنو هما لي ريفيرونس اللي خدمتي بهم. 04414 هذا 0 سيترون. الاورانج 4407 هادو البنات لومبالاج القديم ديال فابريك. 4416 خضر بيستاش. القهوي مشى ليه الرقم ديالو 4411. كانت مسحت خوات لي عليه الصباغه ملي مسحتو مشات الكتابه ولكن هي باقا كاتبه 4411 و 4400 اللون الابيض. غنحتاج الكرونه ما عنديش في فابريك عندي في هاد لا مارك سو سوفت. صراحه ما عرفتش الارقام ديالهم فين تيكونوا مكتوبين هادو واش هذا هو الريفيرونس ولا ما عرفتش. المهم كرونه غادي نحتاج لي بانسو ديالي الرشمه ديالي فوق التوب وغادي نتوكلوا على الله. بالنسبه للرشمه البنات كاينين شي بنات اللي كيقولوا لي ما كيعرفوش يرشموا. بالنسبه للرشيم انا غادي نقول لكم واحد المهم بالنسبه للرشيم غادي نحيد هادي. الناس اللي ما تيعرفوش يرشموا تيكون عندكم التوب ديالكم. المهم انا عندي هنا غير بابي كربون بيض. نتوما الا كنتو غتخدمو في التوب بيض غتستعملو البابي كربون في الصفر او لا في شي لون اللي مغلوق شي شويه على البيض باش يبان لكم. الا كنتو كتستعملو الوان اللي هي مغلوقه في التواب مثلا الكحل او البني او الزرق او لا المهم لي كولا فرونسي غادي تستعملو البابي كربون الابيض. البابي كربون فيه جوج ديال الوجوه بحال اللي كتشوفو. كاين وجه اللي هو تيكون اوني كيبان لكم فيه لون واحد سواء بيض سواء احمر سواء صفر سواء كحل سواء زرق على حسب اللون ديال البابي كربون تيكون فيه لون اوني. واحد الجهه واحده اخرى كتكون مكتوبه فيه الكتابه. فهاد الوجه عفوا هاد الوجه اللي اوني هو اللي كيخرج الكتابه هو اللي غادي نحطوه فوق التوب. يعني تنحط التوب ديالي غنحط بابي كربون الوجه اللي كيخرج هو اللي فوق التوب ثم غادي ناخذ الرشمه ديالي كيف ما كانت وغادي نتراسي داكشي اللي غنتراسيه انا هنا في الورقه غادي يخرج ليا في التوب. هذه كانت واحد اللمحه لان كانت واحد الاخت سولتني كيفاش كنتراسي. بالنسبه الى عندك كتخدمي بواحد التوب اللي هو باهت تقدري تستعملي لي ستيلو ديال التراساج اللي خاصين بالرشيم اللي ملي تيتحدد كيمشي ما تيبقاش يبان. نفرضو مثلا عندي واحد الرشمه ها هي مثلا عندي هذا الرشمه ديال توليب اللي غادي نخدمها ان شاء الله معكم في فيديو قادم. غادي نحط فوق منه توب مباشره لان عندي كيبين ما عرفتش واش كيبان لكم لان كيبان ليا كتبان ليا الرشمه توب ترونسبارون كيبين. غنحطها تو سامبلومون وغادي نعاودها بالقلم. وانا هادشي اللي درت في الرشمه ديال اليوم ها هي حطيتها وعاودتها بالكريون فالرشيم ديالها شي شويه كيكون باهت وما غاديش يبقى يبان لينا بحال الا تراسينا بالستيلو اولا الا تراسينا بالبابي كربون. كنعتذر على هاد المقدمه الطويله. مباشره غندوزو ان شاء الله للتطبيق. على بركه الله سمحوا لي كنخاطب غير البنات ولكن خاصني نخاطب بنات ودراري. سمحوا لي متتبعيني الكرام المهم ما ديرش عليا انا اليوم راه ما عرفش مالي. غادي نقولوا بسم الله ان شاء الله في هذه الورده الاولى. بالنسبه لهذه الورده شوفوا انا غادي نلونها كامله بالاصفر. بسم الله
اللي قلت لكم هذا واحد الصفر سيترون. غادي نستمر بنفس الطريقة حتى نلونها كاملة بالصفر ونرجع مع بديتنا. فوالا البنات، أنايا لونت، سمحوا لي عاوتاني كنخاطب غير البنات. المهم أنا لونتها كاملة باللون الأصفر. دابا غادي ناخذ اللون الأورانج ديالي وغادي نبدا من الفوق، يعني غادي ندير واحد لو ديكغادي ديال الصفر مع الأورانج. على هكذا وغادي نبدا نخلط هاد لي دو كولور. شوفوا البنات كيفاش كنجر البانسو. درت اللون يعني الفوق ولا تقريبا كله اورانج، ها هو بالبانسو هكذا بلا، ومن بعد غنبدا نجرو بالبانسو هكا ماشي بلا مايل. نفس الشيء غادي نديرو في البيطال الثانيه. بحال اللي كتلاحظوا هاي الصباغه عندي هنا، وهنا ما كاينش عندي الاورانج، هيا غنديرها. شوفوا كيفاش كتحط في القناه فوالا. ثم غادي نبدا نجرها يعني هذاك الشيء اللي حطيت هنا اورانج كتير هو اللي غادي نبدا نجر، ما غيبقاش ليا داك الاورانج غليظ في الجناب. كنحاول نمشي باش ما يبقاش ليا غليظ، وهو اللي غنبدا نجر بالبانسو مايل. فوالا بيطال الثالثه باغا هنا، هنا ما كايناش. نستمر إلا حسيتو بصباغة كتيرة في البانسو ممكن تمسحوها في الطوغشون اللي عندكم. شوفوا البنات كيفاش كنخطف يديا وأنا أون ميم طون كنجر اللون عند الصفر. هلا اخر وحده
البنات اللي كنتو كتسمعوا تسمحوا لي، راه غير الكوكوط كتصفر. فوالا اورانج سالينا به، غادي نجمعو وغادي ناخذ اللون الثالث في الديكغادي اللي هو الكرونا، نفس داكشي اللي درناه بالاورانج طلعناه فوق الصفر، غادي نديرو دابا بالكرونا ونطلعو فوق الاورانج. هاد الكرونا هذا ملي كيتخلط بالاورانج كيعطي واحد اللون زوين. انا مسحت البانسو ديالي باش ما يهبطش ليا الكرونا بزاف، لان انا الكرونا غيكون فوق الاورانج ما يوصلش للصفر. ثانية نمسح البانسو ديالي وكنبدا نجرو جرات خفاف باش مهبطليش بزاف. وشوفوا البنات ملي كنجر من الفوق ديال اللون اللي حطيت، ما يبقاش ليا هنا داك الخط هكاك محطوط. هلا غنطراسيهم كلهم حيت اللون الكرونا فونسي و تيبقى بزاف في البانسو، لذلك انا نطراسيهم كاملين باش ما نجي نوصل نجرهم حتى يكون نشف واحد شي شويه وما يغلبنيش. نمسح البانسو ديالي كل مرة حسيت بالبانسو أعمر نمسحو. الى لاحظتوا هنا جريت هكذا في هذا الاتجاه هذا وليت غاديه مقاد عاوتاني وليت درت كنجر للجهه الاخرى. لاحظتوا بلي هاد الورده فيها الالوان بلو سونس كونترير، يعني الفاتح لداخل والغالق على برا. غادي ناخذ البيض ديالي، عفوا غادي نغسل البانسو ديالي بعدا باش ما يبقاش ليا فيه داك اللون المغلوق. ثم غادي ناخذ البيض غادي نطبقه هنا هنا.
غادي نجرو من هنا ومن هنا باش ما يبقاش ليا انت راسي. لاحظوا مزيان البنات الاتجاه اللي كنجر فيه البانسو ديالي فين كيمشي، يعني كيمشي هكا كيكون غادي هكا كيولي غادي وكيتقاد حتى كيولي مايل الجهه الاخرى. لا ميم شوز من هنا باش ما يبقاش ليا الحافه ديالو بيضاء. ثم هذه الاخيره هنا غنزيد واحد شي شويه البيض، لان هاد البليسات اللي تقاسوا باللون ما بغيتهمش يبقاو مقيوسين، غنحاول ما امكن باش يتغطاو ليا. فوالا غيكون هذا هو الشكل ديال الورده الاولى. الا بانت لكم شي بليصه غالقه نقصوا منها. ودائما كنخدم وداك التورشون في يدي باش ما تخلطش ليا الالوان في البيطال. voilà غادي ناخذ الاصفر ديالي المطارد، هذا امبالاج جديد. بالنسبه للامبالاج الجديد البنات كنلقاو فيه الارقام طوالين شي شويه 25984. باغ كونطخ لهادو لي ريفيرونس القدام فيهم غير 4 ديال الارقام، فدو البال ملي نعطيكم شي ريفيرونس راني كنقول لكم واش لومبالاج جديد ولا لومبالاج القديم. عندي هذا لومبالاج جديد فيه الرقم ديالو 25984، هذا صفر مطارد. غادي ندير به هاد القليبات وغادي ندير ليهم واحد شويه ديال الضوء. الا بغيت نزيد ندير ليهم واحد شويه ديال الظل ممكن نديرو ليهم
bleu marron, marron. غادي نخلي الفانسو رقيق، لأن المساحة اللي غنخدم فيها غير صغيرة، وحتى الصباغة هانتوما راه أبين 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 في الصباغة، مغتبانليكمش كاع. فهنا دورت هنا درت الأبيض، غادي ندير عليه الماغون هكذا هنا، عاوتاني هذا هنايا الأبيض على هذا، غادي ندير فيه الماغون طالع هنا شي شوية. فوالا، بنفس الطريقه غادي نخدمو حتى الثانيه، ولكن قبل ما ندوزو للثانيه غادي ناخذ البانسو ديالي نشوفو الرشمه. ها هي الرشمه البنات، هي هذه الرشمه، غادي نشوفو هكذا، غنشوفو هاد القليبات هادو لان ما بقاوش كيبانو من بعد ما تخدمات الورده، غنشوفو هاد القليبات وغنديروهم. يعني واخا تنكونو ديجا خدمنا الورده وسالينا، كان ممكن اننا نديرو القلبات بكل سهوله. غادي ناخذ واحد شويه ديال الابيض، هانتوما البنات الابيض عندي هنا في البانسو، هنا ما عنديش، هانتوما كنمسحو ما كاين والو، هانتوما عندي هنايا. شوفوا البلاصه اللي غادي ندير فيها البيض هي اللي داخله في الورده، ماشي اللي على برا، من هنا ها البيض يعني غتكون هكذا. غنجي من هنا غنخرج واحد خريجه ونرجع ندخل، هاي تحتوها نديرو ديال هادي، هاي ها الصباغه. دائما الصباغه اللي كتكون البلاصه اللي كتكون فيها الصباغه كتكون من الداخل من الجهه ديال الورده، ها هي، وديما كيكون عندها الطرف ديالها رقيقي. فوالا نزيدو الرابعه، هما غادي نمشي واحد الشي شويه هاد البيض لانه غليظ، ها هو غادي نمشي واحد الشي شويه لداخل ديال الورد ديال القلبه، ولكن ما نوصلش لافان ديال الورده، ما نخلي اللون ديال الورده كيبان. علاش كنحكر لكم البنات هكذا وكنخدم لكم شويه وبانسو رقيق؟ حيت بزاف ديال البنات اللي لقاو فيها مشكل ولا كيديروها ليا كلها كتولي القلبه كلها في البيض، ما كيبقاش اللي يبان لي اللون ديال الاصلي ديال الورده. راه البنات ممكن انني ندير هاد القلبات بجره وحده ديال البانسو، ما نعاودش كاع هادشي كامل، ولكن كنحاول ما امكن باش نبسط لكم الحاجه باش ما تلقاوش فيها مشكل من بعد. ملي غادي تعلموا كيفاش تخدموها هكا بانسو رقيق وتعرفوا ليها، غتوليو تخدموها بوحدكم بالبانسو غليظ،
بلا ما تحسوا، تلقى راسكم انكم تعلمتوا انكم تخدموها. كنقص شي شويه من هذاك الخط اللي في الجنب باش ما يبقاش ليا خط غليظ. فوالا بحال اللي كتشوفوا احنا سالينا الورده الاولى. غنزيد هنا واحد شويه البيض لان جاني بحال لا ما كيبانش. علاش نديرو هنايا هاد الضو؟ اولا لان لي بيطال من هنا ضرب فيهم الضو باش يتقلبوا هكذا، فملي كيجيو يتقلبوا خاص ضروري يكون هاد البليسه هادي بيضه، ضرب فيها الضو بزاف. وثانيا باش تيكون داك الغوبير ديال اللون الابيض مع هذيك القلبه، فما كتجيناش بلي القلبه بوحدها اللي بيضه واللون كله مغلوق. بالنسبه للي بانسو البنات اللي كيقولوا لي اش من بانسو خدمتي به، انا راه كنحط حدايا كاع لي بانسو اللي جات في قدام يدي كنهزو، ما زعما ماشي بالضروره نخدم بواحد البانسو، نقدر نخدمها نتوما. هذا بانسو راه عريض شي شويه رقم 8، وممكن نخدم بانسو رقيق ممكن نخدم بالبانسو عريض، ما عنديش مشكل. نتوما غتخدموا بالبانسو اللي يديكم غتكون طاوعاكم فيه، تكون يديكم مرتاحه فيه، حيت اهم حاجه انا البانسو تكون يديكم مرتاحه فيه. شوفوا داك التداخل كيفاش كيبان داك الخطيطات واحد داخل في واحد، داكشي علاش كنجروا البانسو هكذا ماشي بلا، كنجروه مايل. الوغ ندوزو البنات نخدموا الوريقات. الوغ البنات هاد الطريقه اللي خدمنا بها هاد الورده هي تماما اللي غادي نخدموا بها الورده الثانيه، مع واحد الاختلاف بسيط اللي هو هاد المنطقه هادي، لان هادي طلعت فوق هادي، فهاد البليسه هادي غتكون عندنا ما غاديش نديروها بهاد اللون، غادي نديروها باللون الفاتح باش يبان لينا داك لو ديغرادي ديال الالوان، باش يبان لنا راه بلي كل وحده بوحديتها، لان الا درت الكرونه فهادي حتى هي من هنا، هاد البلاصه اصلا ديال البيطال راه هي الوسط ديال هنا، يعني الله يكون واصل ليها الصفيفر هنايا بواحد شويه ديال الاورانج، ما نكونوش واصلين للكرونه. المهم انا غادي حيت ما كنبغيش الفيديو يكون طويل بزاف، غادي نخدم معكم واحد الجوريقات ونرجعوا نخدموا هادي باش ما يكونش عندكم مشكل في الرشيمه. بالنسبه لهاد الوريقات غادي نخدمهم بالفير بيستاش. هما نخدم هادي قريبه، واحد الحاجه واحده اخرى البنات، بالنسبه للبنات المبتدئات كنهضر، بالنسبه للبنات اللي متابعيني اللي كانوا في الدوره التكوينيه ديال الرباط، ولا البنات اون جينيرال، ولا الدراري اون جينيرال اللي اول مره غادي يخدموا، فحاولوا ما امكن ان تولفوا تشدوا البانسو بعيد، لان هاد الشده هكذا راه ماشي شده هكذا، ملي غادي تخدمي راه ما غتشوفيش شنو كديري، فمن الاحسن يدك ديما يبقاو بعاد، وما كنبركش بزاف على البانسو، ما كنزيرش على البانسو بحال هكذا، كتبقى يدي مرتاحه، البانسو خفيف في يدي، ولكن او ميم طون حاكمه ما غيطيحش ليا من يدي، وما نبركش عليها باش ما يضرونيش لي ميسكل ديال يدي، ونخدم وانا مرتاحه ماشي وانا معصبه. هلا غادي نلون واحد ثلاثه ديال الوريقات ونرجع معكم. فوالا البنات هنايا انا كملت لونتهم بالخضيدر. شوفوا دابا غادي نستعمل القهوي الماغون، غادي نستعمله مثلا من هنا،
شوفوا الورقة كيفاش كانت وشوفوا انا كيفاش نفتها. غادي ناخذ الخضر المغلوق غادي نتراسي به هذا النص هلا. ودائما الورقه من التحت راها من التحت للفوق كنجر، وهاد البلاصه هادي غادي ندخل لها اللون الغالق كلها هنا لان قلنا تغطات هلا، ونجر في الاتجاه اللي كنجر فيه. هنا غادي نزيد واحد شويه هنا خضر، ما نخليش هكاك خط، نجرو واحد شي شويه ما يبعدش بزاف. غناخذ الابيض ديالي غادي نديرو هنا، غادي ناخذو من هنا غادي ندير نفس هاد الشنيفات اللي درتهم هنا بالمارون غنديرهم هنا بالابيض. هلا نفس الشيء غادي نطبقه في الورقه الثانيه، غادي نجي من هنا ولا غادي ندير التشنيف هذه المره من هذا الجهه لان هذه البلاصه اللي عندي ديجا دايره. واحد جوج ثلاثه شوال البنات كنخدموهم بحال نصف دائره، ثم كنمشيوهم واحد شي شويه باش كيتداخل الالوان مع بعضياتهم. غنتراسي النص هو، هنا غادي ندخلو واحد شويه باللون الغالق ثم غادي ناخذ الابيض وغادي نجرو غير شي شويه البنات ديال البيض اللي كندير هاد البيضه هنا لان داخله ما غاديش نكثر فيها.
فوالا غنطبق في هاد جوج ورقات نفس هادشي اللي درناه ونرجعو باش نخدمو هاد البوطون ديال هاد الوريضه. الوغ البنات والدراري ديما كنسى، هانتوما بحال اللي كتشوفوا انا خدمت الوريقات كاملين، وهاهما هاد هاد جوج وريضات ولا ثلاثه الوريضات اللي بقاو هاهما انا درت ليهم لاكوش الصفراء الاولى. فقلنا درنا الصفر وعاودنا لورونج، دابا غادي نديروا لورونج ديالنا يعني نفس الطريقه باش خدمنا في الاول غنعاودوها في الثاني، ما كاين حتى شي فرق.